ظروف الحياة المعيشية الصعبة هي من أخرجتهم إلى الشارع ليعيشوا أوضاعا إنسانية قاسية غير مأمونة، لكن مركز إعادة وتأهيل الأطفال العاملين أعاد لهم الأمل بتوفير الرعاية والحماية من العنف بشتى أشكاله. إن شاء الله إحنا الآن خلصنا بس من المرحلة الثانية اللي إحنا عملنا الآن البنية الأساسية للمركز، بحيث إن إحنا اعتمدنا مبنى وتأثيثات، وبإذن الله عاد المبنى كمان عندنا الدور الثالث والملحق في الدور الرابع، إن شاء الله بتكون هي المرحلة الرابعة. إحنا بنحاول إحنا ننشر الوعي أكثر، لأنه أكبر مشاكلنا الفقر والجهل. إذا كان في جهل، إذا في حاجة اسمها فقر، في حاجة اسمها تقلب، في حاجة اسمها طفولة في الشوارع، في حاجة اسمها زواج القاصرات. أما إذا كان في علم، في الفقر بيلتقي تماما. خدمات عديدة تقدم لهذه الشريحة من الأطفال العاملين والمتسولين في الشوارع لإعادة تأهيلهم في ظل تجاهل الجهات المعنية للدور الملقى على عاتقها بشأنهم. نقوم بتقديم الدعم والبرامج حتى أيضا نستطيع الحد أيضا ليس فقط من الأطفال العاملين في الشوارع، ولكن أيضا من الحد من الأطفال المتسولين في الشارع وإيجاد تلك البرامج، وربما تحظى أيضا موازنة أمانة العاصمة بدعم هذا الجانب لتنفيذ خططها وبرامجها نحو مستقبل أفضل وآمن للطفولة اليمنية في اليمن. على مدى أعوام سعى المركز إلى غرس الثقة إلى نفوس الأطفال العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية وإعادة الأمل لمستقبل أفضل لهم.